هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. التعلم المبني على المفاهيم والنتاجات الأساسية، العلوم، الصف الثامن، مجال علوم الأرض والفضاء. أفلا تبصرون؟ أجل والد نورة رحلة الصيد لهذا اليوم. تساءلت الأم: هل ذلك بسبب المد والجزر أيضا؟ أجاب الأب: نعم، لم أتمكن من الصيد في المرة السابقة أيضا. سألت نور: ما المد والجزر يا أبي؟ أتهيأ، المد والجزر من الظواهر الطبيعية الكونية التي تحدث لمياه البحار والمحيطات وترتبط بدورة القمر وأطواره المختلفة. توجد لدينا صورتان لبحر والشاطئ، في الصورة ألف المياه تغمر الشاطئ، في الصورة ب المياه بعيدة عن الشاطئ. أصف بلغتي الخاصة ما أراه في الصورة ألف والصورة ب. أي الصورتين تمثل انحسارا لمستوى سطح الماء؟ أي الصورتين تمثل ارتفاعا لمستوى سطح الماء؟ أكتشف. دعونا نتوصل معا إلى سبب حدوث ظاهرتي المد والجزر. رغم أن مياه المحيطات تتأثر بقوة جاذبية الشمس والقمر، إلا أن جاذبية القمر هي الأكثر تأثيرا عليها. أجيب عن الأسئلة الآتية لأعرف السبب. من الأقرب إلى الأرض، الشمس أم القمر؟ العلاقة بين المسافة والجاذبية عكسية. بناء على هذا، أيهما أكثر بين قوسين أشد تأثيرا في الأرض، جاذبية القمر أم الشمس؟ أفكر إذن، كيف تؤثر جاذبية القمر في مستوى سطح البحر؟ دعونا نرى ذلك. تمثل الصورة الآتية تكون ظاهرتي المد والجزر. بناء على تعريف السابق، ما الرموز التي تمثل مناطق المد في الصورة ألف با جيم دال؟ يوجد لدينا صورة الكرة الأرضية في الشرق ألف، في الغرب با، في الشمال جيم، في الجنوب دال، وهناك القمر تمتد أشعته حوالي الكرة الأرضية. في المنطقة التي يتقابل بها القمر مع الأرض، تعمل قوة جذب القمر على سحب المياه باتجاه القمر، ويرتفع مستوى الماء في الجانب المقابل أيضا كما في الصورة ألف باء، وهذا ما يسمى المد. ماذا يحدث لمستوى الماء في الجهات الأخرى غير المقابلة جيم ودال؟ أكتب بلغتي الخاصة الآن سبب تكون المد والجزر وأقرأ ما توصلت إليه على زملائي. أفسر: تتأثر مياه البحار والمحيطات بجاذبية القمر والأرض، وبسبب قرب القمر من الأرض تكون جاذبية القمر العامل الرئيسي في حدوث ظاهرتي المد والجزر. ففي المنطقة التي يتقابل بها القمر مع الأرض، تعمل قوة جذب القمر على سحب المياه باتجاهه، فيرتفع مستوى المياه، ويرتفع أيضا مستوى المياه في الجانب المقابل، وهذا ما يسمى بظاهرة المد. ويؤدي المد إلى حدوث انخفاض في سطح المياه في المناطق التي لا يتقابل فيها القمر مع الأرض، وهذا ما يسمى ظاهرة الجزر. أطبق: تحديد أماكن حدوث المد وأماكن حدوث الجزر في عدة حالات، وهي: الحالة الأولى بين قوسين، يبلغ المد ارتفاعه الأقصى عندما يكون موقع القمر على استقامة واحدة مع الشمس والأرض كما في الشكل الآتي: يوجد لدينا الشمس، القمر في الموقع ألف، ثم الأرض، وأيضا توجد لدينا الشمس
الأرض وبعدها القمر في الموقع ب. ما طور القمر في الموقع ألف؟ ما طور القمر في الموقع ب؟ أحدد أماكن المد وأماكن الجزر عندما يكون القمر في الموقع ألف أو في الموقع ب. الحالة الثانية بين قوسين، يبلغ المد ارتفاعه الأدنى عندما يشكل موقع القمر زاوية قائمة مع الشمس كما في الشكل الآتي: توجد لدينا في أقصى اليسار الشمس مقابلها الأرض، فوق الأرض عموديا القمر في الموقع ج، وتحت الأرض عموديا القمر في الموقع د. ما طور القمر في الموقع ج؟ ما طور القمر في الموقع د؟ أحدد أماكن المد وأماكن الجزر عندما يكون القمر في الموقع ج أو في الموقع د. في أي طور من أطوار القمر تتوقع أن يحدث أعلى مستوى للمد ومن ثم أدنى مستوى للجزر؟ أقيم تعليمي: أرسم مواقع القمر وأسماء أطوارها في حالات المد والجزر الآتية: يوجد لدينا دائرة وأسهم داخلية وخارجية عموديا وأفقيا، وعليها نحدد مواقع القمر وأسماء أطوارها في حالات المد والجزر. انتهى الدرس.